هو في الحقيقة البيانات دي بيانات تعتبر إيجابية إلى حد كبير، وبتشير إن الأسواق بتستجيب لتحركات المركزي الأخيرة الخاصة بسحب السيولة من الأسواق للتحكم في معادلات التضخم. ولكن من وجهة نظري مازال من المبكر الحكم هل سيتجه البنك المركزي المصري في الاجتماع القادم إلى خفض الفائدة، لأن مازال أمامنا ملف الدعم تعهدات الحكومة المصرية في هذا الملف برفع الدعم بصورة تدريجية حتى نهاية 2025. والكل يعلم أن هذا الملف دايما بيتبعه تحركات في معدلات التضخم. من وجهة نظري أن الاتجاه إلى رفع الفائدة هو أمر مستبعد في هذه الفترة، ولكن إحنا ممكن نميل إلى التثبيت لحين وصول معدلات التضخم إلى المستهدف الذي يضعه البنك المركزي المصري. وبرأيك بما أنه تحدثت عن موضوع رفع الدعم، برأيك هل ممكن عودة التضخم إلى الارتفاع؟ أعتقد أنه ممكن طبعا يعاود، هيبقى فيه تحركات التضخم على المدى القصير، ممكن أنه نشوف ارتفاعات هامشية. ولكن يعني خلينا مثلا إحنا منذ عدة أسابيع تم رفع أو جزء من رفع الدعم على البنزين، وكان من المتوقع أن ده يكون ليه تأثير كبير على المواد الغذائية، ولكن لاحظنا انخفاض في أغلب المواد الغذائية. الارتفاع كان في الخضروات بصورة هامشية، ولكن بصورة عامة كانت معدلات التضخم فيها تراجع. فبالتالي إحنا بنتوقع أن ممكن نشوف زيادات هامشية، ولكن مش بتوقع ان احنا نشوفه للبيك اللي هو وصل لها قبل كده. فبالتالي تحركات المركزي الأخيرة بسحب السيولة اعتقد ان هي بتؤتي ثمارها على معدلات التضخم. دعيني انتقل الى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. في تراجع للجنيه مقابل الدولار، ما اسبابه برأيك رغم انه بيانات المركزي عم تظهر ارتفاع في الاحتياطات الأجنبية؟ من الطبيعي ان في وسط هذه الازمه والمخاوف العالميه من ركود اقتصادي في اكبر اقتصاد في العالم بنشوف تحركات الاموال الساخنه ما بين الاسواق، ويمكن اغلب المستثمرين ابتدينا نشوف في بعض المستثمرين بيتخرجوا من ادوات الدين، وهنا بقى بيجيء دور البنك المركزي. واعتقد ان احنا تعلمنا من اخطائنا في الماضي في 2022 اثناء الحرب الروسيه الاوكرانيه، وهي ان احنا كان الاجانب بيخرجوا كنا مثبتين سعر الصرف، وده أمر أدى إلى سرعة تخارج الأجانب وأذى بصورة كبيرة جدا الاحتياطي النقدي المصري. ولكن ما حدث خلال هذه الفترة هو أن احنا متعهدين بأسعار صرف مرنة، فتركنا الأمر لقوى العرض والطلب. فعندما ارتفع الطلب على الدولار تحرك الدولار ارتفاعا، انخفض الجنيه. الأمر لم يكن مبالغ فيه، بالعكس ده كان ادى نوع من الثقة، ولم نرى ظهور أو عودة مرة أخرى للسوق السوداء. وابتدينا تاني مع هدوء وتيرة هذه التخارجات ان احنا نشوف مرة اخرى ارتداد للجنيه بصورة برضو هامشية. رانيا، دعيني انتقل الى اداء القطاعات المختلفة ونتائج الشركات. لنبدأ من القطاع العقاري، ما النظرة للنتائج اللي ممكن ان نراها من هذا القطاع؟ في الحقيقة القطاع العقاري في النصف الأول يمكن حقق مفاجآت كثيرة، ويمكن مش بس القطاع العقاري، قطاع العقاري وقطاع البنوك الخدمات المالية غير المصرفية. يمكن أغلب النتائج اللي تم الإعلان عنها لأغلب هذه الشركات والشركات القيادية كانت مفاجأة للجميع، لأن يعني خلينا نقول إن ما تم تحقيقه في النصف الأول من 2024 حققته هذه الشركات في 2023 بالكامل، ويمكن اجتازته في النصف الأول. فكلها تحركات إيجابية، ويمكن ده اللي بيخلينا نقول إن قد نرى انفصال لأداء بعض القطاعات في السوق المصري حتى في عمليات تذبذب أسواق المال العالمية، نظرا لأن الوضع عندنا مختلف. أغلب الأسواق العالمية كانت في قمم تاريخية، كانت مهيئة للدخول في عمليات جني أرباح، كان في نتائج أعمال مخيبة لبعض القطاعات في أغلب هذه الأسواق. تحركات الأموال الساخنة والكاري تريد يمكن كان ليها تأثيرات سلبية. الأمر بيختلف في السوق المصري، فخليني أقول لحضرتك إن إحنا شايفين في فرص جاذبة جدا لمجموعة من القطاعات في السوق المصري لأغلب المستثمرين. أين تحديدا هذه الفرص؟ في الوقت الحالي طبعا قطاع البنوك، لأنه بيستفيد من رفع الفائدة، ويمكن ده انعكس على نتائج أعماله في النصف الأول من 2024. عندنا قطاع المواد الغذائية، عندنا قطاع العقاري، قطاع مواد التشييد والبناء، قطاع الاتصالات. كل هذه القطاعات يمكن نتائج الأعمال اللي تم إعلانها في النصف الأول بتنبئ أن هذه القطاعات ممكن تستمر على هذه المعدلات حتى نهاية هذا العام.